التواصل مستمر مشاهدينا الكرام على بركة الله. ينطلق تاسع الأشواط وشوطنا التاسع حاملا أيضا الأبكار الفطامين من مسافة 1500 متر. نسير مع البداية ونتابع الشاهنية على الصدارة. سالم بن راشد العويسي يقدم لنا الشاهنية على البداية وعلى المقدمة. الشاهنية تتسلل من الجانب الآخر، هناك بشعار محمد بن عيد بكوز الفلاسي يتقدم مع الشاهنية على الصدارة. المركز الثاني هناك الشاهنية سالم بن راشد العويسي، ثانيا المركز الثالث، ثالث المراكز الشاهنية فارس بن محمد بن هاشل الخاطري مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز الدخول مشاهدينا الكرام من الأسماء المنطلقة، هناك أيضا الواصلة بكل قوة غنايم فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي. هكذا النتيجة، وسالم بن راشد العويسي أيضا يطلق عنان، أيضا دفعة أخرى من أيضا تحديات. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع هناك الشاهنية على المركز الأول. محمد بن عيد بكوز الفلاسي يقدم لنا الشاهنية. ركز يا بالكوز، ركز يا بالكوز. المركز الثاني غنايم، ثانيا فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي مع المركز الثاني. والوصول من راهية مانع بن يمعة الغويص السويدي يتقدم مع راهية وسلالة راهي مع المركز الثالث. المركز الرابع الشاهنية سالم بن راشد العويسي. هكذا الأسماء المنطلقة، هكذا التحديات. نعود مع البداية. الله يا التغيير، الله يا التغيير، والانطلاق الرائع من غنايم. غنايم على المركز الأول، غنايم فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي، ولكن راهية 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 عبد الله هناك مانع بن يمعة الغويص السويدي. 200 متر أخيرة، 200 متر خطيرة خطيرة. يا سلام يا سلام، ثنائية مع البداية. راهية ولا غنايم؟ غنايم ولا راهية؟ راهية تتقدم، راهية مانع بن يمعة الغويص السويدي للمرة الثانية. سلام الرفاعة، سلام على هذا الفوز والانتصار. راهية بالمركز الأول، مانع بن يمعة الغويص السويدي على هذا الفوز والانتصار. غنايم مع المركز الثاني فالح بن عبد الله بن مبارك الشامسي. المركز الثالث الشاهنية محمد بن عيد بكوز الفلاسي. هكذا النتيجة. التوقيت الزمني 2:14 هو التوقيت. راهية مانع بن يمعة الغويص السويدي. تهانينا والناموس.